Before concluding my speech, I would like to announce that even if a group which claims itself as a state, which Japan does not recognize, was sitting in this room, this fact does not mean that Japan in any way, implicitly or explicitly, recognizes it as state. And I would like to make clear that it is not allowed to put any nameplate other than African Union, co-host organization, and Japan. It is also not allowed to put any flag other than of African Union, co-host organization, and Japan in the plenary room, including on the desk. Anybody who disrupts order may be asked to leave the plenary room. Thank you very much, and thank you for participation. إذا متابعينا الكرام، كما استمعتم في هذا الفيديو الجديد الذي هو فضيحة كارثية جديدة لنظام حضيرات الجزائر، هذا الفيديو الذي يعود إلى الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية اليابانية والذي يصرح بعظمة لسانه ويفضح نظام حضيرات الجزائر ويبهدل نظام حضيرات الجزائر ويصف تلك الجماعة المارقة المرتزقة الانفصالية بالمجموعة التي تدعي على أنها دولة والتي حاولت الدخول للاجتماع أو لنقل التسلل للاجتماعات التحضيرية لقمة تيغاد. فالوزير كان واضحا جدا، نعم كانت هناك ترجمة حرفية لكن أنا غادي نزيد نوضح لكم شنو قال الوزير الياباني. الوزير الياباني قال بأنه أي جماعة، هنا بطبيعة الحال كيتكلم على مرتزقات البوليزاريو، تدعي على أنها دولة وحاولت التسلل للأشغال ديال هاد القمة وحاولت وضع لافتة لم تكن بأي شكل من الأشكال ضمن التنظيم ولا ضمن الطاولة أو اللافتات اللي كانت محطوطة في الطاولة ضمن اللائحة ديال الدول اللي كانوا حاضرين. فالوزير كان واضحا، اليابان لا تعترف بهذا التنظيم الاسترزاقي الانفصالي المرتزق الإرهابي، كذلك اليابان تطلب من أي كان داخل القاعة حاول على أنه يضيف شي لافتة غير اللافتات لليابان كتعترف بها واللي متفقة مع الاتحاد الافريقي على انها تكون حاضرة، يعني الدول فقط اللي هي معترف بها من طرف الامم المتحدة. هنا الوزير الياباني كيقول اي واحد باغي يزيد شي لافتة ولا باغي يزيد شي كيان ولا شي مجموعة كتدعي على انها دعوة كيطلب منهم على انهم يخرجوا من القاعة، يطلب منهم على أنهم يغادروا القاعة، يعني ليس فقط يفضح نظام حضيرات الجزائر ومحاولة التسلل البائسة بل كذلك يأمر بطرد مرتزقات البوليزاريو أمام مسامع الوفد ديال حضيرات الجزائر ولا نظام حضيرات الجزائر. هذه هي البهدلة اللي قلبوا عليها متابعينا الكرام، هذه هي الفضيحة اللي قلبوا عليها بأنفسهم، هما اللي قلبوا على هذه الفضيحة، هما اللي قلبوا على هذه المهزلة، وها هي كما نقول ينقلب السحر على الساحر. كانوا باغين على انهم يروجوا لتلك الصوره ديال السيلفي، انا كنسميها بصور السيلفي ديال مرتزقات البوليزاريو والتي تكلف نظام حضاره الجزائر الاموال الطائله من خزينه الجزائريين المبردعين اللي عايشين في الذل والطوابير والمجاعه والعطش. ففي نهاية المطاف صور السيلفي ليس فقط تكلف نظام حضارات الجزائر أموال الخزينة وإنما كذلك تكلفهم المواقف الدبلوماسية، إذ أنه في حين أنهم يريدون تحقيق مكسب معنوي ليروجوه للبوصبعين بردع والجزائر المستحمر، ينقلب عليهم أو تنقلب عليهم الأمور وتخرج اليابان لتصفعهم صفعة مدوية، تطردهم من القاعة، تزيل اللافتة الوهمية ديال مرتزقات البوليزاريو وتؤكد مليون مرة على أنها لا تعترف بأي كيان اسمه مرتزقات البوليزاريو ولا جمهورية القياطن والعجاج. فالنصر المعنوي اللي قلب عليه نظام حضارة الجزائر انقلب عليهم وتحول إلى نكسة دبلوماسية
الجديدة، وهذا ما أسميه بدبلوماسية الفشل، الدبلوماسية الفاشلة المنحطة على كل المستويات التي لا تستطيع أن تواجه المغرب مباشرة، فتتجه لمثل هكذا التصرفات، لكن هكذا التصرفات تنقلب على نظام حضيرة الجزائر تماما كما حصل مع اليابان. وبطبيعة الحال التصريحات ديال الوزير الياباني هي ليست فقط مجرد تصريحات عابرة، بل هي تعبر كذلك على الموقف ديال اليابان. وأجدد الذكر على أن اليابان تعتبر مرتزقات البوليزاريو تنظيم إرهابي، وهذه المسألة كان قد صدر من المخابرات اليابانية وتقارير المخابرات اليابانية في السنوات الماضية التي صنفت مرتزقات البوليزاريو كتنظيم إرهابي. وكانت هناك أزمة دبلوماسية كبيرة جدا ما بين اليابان ونظام حضارة الجزائر، خصوصا أثناء العملية ديال عين أميناس. ستذكرون عين أميناس والفضيحة ديال نظام حضارة الجزائر اللي كان دارها آنذاك في تلك العملية، وطريقة التدخل الكارثية التي انتهت بمقتل العديد والعديد من الرهائن، وعدد كبير من الرهائن الذين قتلوا في عملية عين أميناس كانوا يابانيين. ومنذ ذلك الحين واليابان يعني تكره نظام حضارة الجزائر، صنفت مرتزقة البوليزاريو كتنظيم إرهابي، وبالتالي اليابان يعني تفضح الآن نظام الحاضرة في الأشغال للقمة تيكاد، وتطرد مرتزقة البوليزاريو وتزيل اللافتة الوهمية ديالهم. فالوزير الياباني كان واضحا، وكما قلت لكم نظام الحاضرة مازال غادي يحاول يزيد يدير شي حاجة في قادم الأيام، ليس فقط فيما يتعلق بتيكاد وإن فيما يتعلق بأماكن أخرى، خصوصا بعدما تم سن قانون لأنه لا يحق سوى للدول المعترف بها في الأمم المتحدة أن تحضر مثل هكذا قمم. فبالتالي نظام الحاضرة غادي يزيد يصرف من الأموال، وغادي يزيد يصرف من يعني البترودولار باش أنه يحاول يراوغ هذا القرار، ويحاول على أنه يحقق شي دعم معنوي ولا دعم نفسي للبوصبعي وللمبردعين ديال الجزائريين. لكن كما قلت لكم في نهاية المطاف دائما ما ينقلب السحر على الساحر متابعينا الكرام، وتتحول صورة السيلفي إلى كابوس لنظام حضارة الجزائر بانتكاسة دبلوماسية جديدة. وصدقوني المزيد والمزيد من الانتكاسات قادمة في الطريق، فأقول لنظام حضارة الجزائر جهز نفسك جيدا، لأن ما هو قادم سوف يجعلك تصرخ وتنبح وتلطم لسنوات عديدة. متابعينا الكرام نعاود نخليكم تسمعوا لهذا التصريح ديال الوزير الياباني، ثم أراكم في فيديو قادم. Before concluding my speech, I would like to announce that even if a group which claims itself as a state which Japan does not recognize was sitting in this room, this fact does not mean that Japan in any way, implicitly or explicitly, recognizes it as state. And I would like to make clear that it is not allowed to put any nameplate other than African Union, co-host organization, and Japan. It is also not allowed to put any flag other than of African Union, co-host organization, and Japan in the plenary room, including on the desk. Anybody who disrupts order may be asked to leave the plenary room. Thank you very much, and thank you for participation.